أن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية. إن هؤلاء الأباء لواعون كل الوعي على أنهم على حق فيما يطلبون به. إن هذه الجماهير الموجودة هنا ما هي إلا ممثلة لكل الآباء والأمهات الذين ينبغي أن تصل أصواتهم إلى القمة من أجل أن يعرفوا حقوقهم. يا وزير يا مسؤول خصوصي خصو حلول. يا وزير يا مسؤول خصوصي خصو حلول. يا وزير يا مسؤول خصوصي إزمو حلول. يا وزير تاخذوا القرار أولياء في انتظار، لازم تاخذوا قرار أولياء في انتظار، لازم تاخذوا قرار أولياء في انتظار. بغينا قرار حكومي للحلول العمومي. أيها الأباء والأمهات، إننا نؤكد من هذا المنبر على أن القانون إلى جانبنا من في كل مقتضياته، لا بالنسبة لقانون 0600 ولا بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود الذي ينظم تلك العلاقة التي هي ما بين الآباء وما بين هذه المدارس. إلا أن الجشع الذي ترك هؤلاء أن يأخذوا القرار بالنظر في كل حالة من حالات الآباء التي لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تكون لأن القانون لا ينص على ذلك. فمن أعطى لهم هذه المهمة أن يقوموا بها، وهي مهمة تقوم بها المؤسسات المعتبرة بالنسبة للدولة، ولا حق للخواص أن يقيموا آباء ولا ما يرتبط بالدخل الذي هو للآباء، ولا بالنسبة لتقييم المداخيل بالنسبة للآباء. أضف إلى ذلك على أنه فيما يرتبط بهذه النقطة، نحن لسنا بحاجة إلى هذه الأمور. لماذا؟ لأننا واعون كل الوعي أن الذي يربطنا بهذه المدارس هو عقد، والعقد الذي ينص على أن يعطوا شيئا أن نأخذ هذا الشيء ثم نؤدي مقابل ذلك الشيء الذي ينبغي أن يلتزموا به. صامدون صامدون للتعنت رافضون، صامدون صامدون للتعنت رافضين. قلناها عودوها حقوقنا ناخذوها، قلناها عودوها حقوقنا ناخذوها، قلناها عودوها حقوقنا ناخذوها، قلناها عودوها. مرة أخرى أيها الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، نحن متواجدون هنا من أجل إيصال صوت عال على أننا نريد حلا، وهذا الحل الذي ينبغي أن تتحمل فيه المسؤولية الوزارة والمسؤولين. ولذلك جئنا هنا من أجل إيصال هذا الصوت إلى المسؤولين، لأننا وجدنا أن الأبواب موصدة بالنسبة لكل المدارس الخصوصية، كأنهم يرسلون رسائل لنا على أن هذه الأبواب الموصودة والتي هي إشارة على كون أن هؤلاء يتصرفون فوق القانون وفوق كل الضوابط وفوق كل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نتصدى لهذه التصرفات التي لا تمت بصلة لا إلى الأخلاق التي عرف بها الشعب المغربي ولا المغاربة قاطبة. ولذلك نرفض مثل هذا النوع من التصرفات رفضا باتا قاطعا وكليا. الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون، الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون، الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون، الوحدة والتضامن سوا ناس فريقه.
لا اخلاق لا ثقه. مقاولات مارقه. لا اخلاق لا ثقه. مقاولات مارقه. لا اخلاق لا ثقه. مقاولات مارقه. لا اخلاق لا ثقه. التعليم فوق الجميع. التعليم فوق الجميع. أيها الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، إننا صامدون هنا وعلى الدرب سائرون، وإننا مقتنعون كل الاقتناع بحقوقنا وأن الحق يؤخذ ولا يعطى، ولذلك لا بد وأن تكون أصواتنا عالية، ولا بد وأن تكون خطواتنا ثابتة، ولا بد أن نسير على الدرب إلى أن نصل إلى تحقيق مبتغانا، وهو الوصول إلى حقوقنا التي هي ليست صدقة ولا تبرع علينا، وإنما العمل مقابل الأداء. ولذلك نقول على أننا سائرون على الدرب، سائرون على الدرب، وأننا قادمون، وأننا ثابتون هنا بالصمود، وبالصمود سنصل إلى حقوقنا وإلى اكتساب هذه الحقوق. لا بد لصوتنا أن يصل إلى المسؤولين. ننتظر من هؤلاء المسؤولين الإشارة، وعلى الدرب نحن سائرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا اليوم بعد سلسلة من الاحتجاجات اللي قابلوها المسؤولين، سواء المسؤولين، اسمحوا لي نزول الكمامة لأن ما نقدرش نوصل لكم، تلقات تعنت كبير سواء من طرف المؤسسات اللي بخلات علينا 50%. احنا تعاوننا معها كآباء، وكان كرم منا كبير أننا نساهموا معها ب 50% من الواجبات عن هذه الأشهر، نظرا لأن الجائحة جات بالرغم منا كاملين، ولكن هما ما تنزلوش لهذا الطلب ديالنا وهذا المساندة ديالنا ليهم، وتعنتوا معنا وكيطالبونا بأداء 100%، في حين أن الآباء تحملوا مجموعة من الأعباء، من بينها سواء تدريس، سواء تابليطات، سواء الانترنت، سواء الانترنت، سواء الاوراق، دونك مجموعه من الاعباء اللي تزادت على الاباء والامهات، في حين ان المؤسسه نقصوا الاعباء ديالها بشكل كبير بزاف، وكاين بعض المؤسسات اللي ما خلصوش الموظفين ديالهم. وكنحيي الاساتذه من هذا المنبر لانهم بذلوا واحد الجهد كبير بوحديتهم، المؤسسه ما رعاتش ليهم، ما شراتش تطبيقات للتعليم عن بعد، ما دارت حتى شي مجهود، وكتطالب الاباء يخلصوا 100%. كيفاش بغيتي هذا الاب يخلص 100%؟ هو ولا خدام استاذ، ولا خدام اسيستون سوسيال للود ديالو، امراض نفسيه لوليداتنا، العوينات لوليداتنا مشات، نفسيه لوليداتنا مشات، كاين فينا وديالنا حنا اكثر. الام ملي كنفيقوا مع 9 الصباح الى 6 العشيه، وحنا خدامين مع الدراري في القرايه، ملي كنساليو 9 ديال الليل، ايوا خصنا نخدموا النفسيه ديال ولادنا عاوتاني، خصنا نلعبوا معاهم، خصنا نشطوهم، خصنا نسيوهم في النهار اللي دازوا به. ايوا كي بغيتي هذا الاب. وفي التالي ملي نحتاج شوفوا العدد، تبارك الله، شوفوا شحال ديال الناس، وفي التالي ولازم نبقاو هكا، وحدتنا لازم تدوم بيان سور. حنا هادشي غير البدايه، هادشي غير البدايه. الحمد لله الجائحه بينات لنا الجشع ديال هاد المدارس، وحنا من اليوم ما غاديش نسكتوا على حقنا. بزاف د الامور كنا كنتغاضاو عليها، ولكن اليوم خصنا نهضروا على كل شيء. غادي نجبدوا التامين ونجبدوا كاع الحاجات اللي كنا كنتساهلوا فيهم، والتسجيل ولا كاليتي د لونسينيومون، ماشي جمعيه الاباء مفروضه، قوة مفروضة داخل المؤسسات. خصهم يشاركونا في لابريز دو ديسيزيون، خصهم يشاركونا في مستقبل وليداتنا. هادشي اللي الأنشطة القوادية بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة. كنحيي جميع الآباء والأمهات اللي سمحوا في شغالهم، اللي سمحوا في وليداتهم وجاو باش يهضروا على حقهم، وهذا حقهم، وما كنسعاو حتى شي حد، سواء عندي الفلوس او ما عنديش الفلوس، تضررت او ما تضررتش، انا كنقدم، انا كنخلص واحد الخدمه اللي تلقيتها، ما يمكنليش انا نخلص.
هاد الجائحة حنا ما كرهناش ما كرهناش نزولوا ما كرهناش في هاد الظروف تحية ليبانيا البعد حنا ما اختاريناش طرف ماشي طرف تفرض علينا حنا عندنا ظروف الخدمة ما يمكنليش انا نسمح في ولدي النهار كله شكون اللي يجيبوا لي من المدرسة العمومية كون كنا لقينا مدرسة عمومية كما ينبغي ما غاديش ندي انا ولادي نغوش انا فلوسي شايطين عليا وزيادة ان التعليم الخصوصي ما بقاش كيما لا كاليتي ديالو كيما كانت ولاو الاباء كلهم مضطرين يديروا السوايع واش من تعليم عموم خصوصي لازم على السوايع لاش نزيد السوايع انا كنحيي الاباء للمدرسه العموميه نطالب برد الاعتبار للمدرسه العموميه ولا لقينا بها شغل المدرسه العموميه حنا غادي حنا نشجعوها غادي نشجعوها ونمشيو ليها كاملين كنطالبوا مع هاد المسؤولين يسمعوا صوت هاد الاباء والامهات حنا ما سمحناش في شغالنا هكاك باش نجيو نلعبوا هنايا خصهم ياخذونا بعين الاعتبار حنا كواسط الا ما خلصتش انا وانت وغدا شكون اللي هادي هاد المدارس الخصوصيه هادي تسدوا غادي تسدوا الا ما كناش حنا لا غيزون ديتخ ديال هاد المدارس حنا اللي كنمولوهم الا ما سمعونا